إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلاما يا كتابك العربية بين يديك جزء سدحال حاشدة لابا قولي يصدن وحينو كجرنا أرنتي فاطمة بنت عبد الملك مركا فاطمة بركا وحا فاطمة أين صومرنا هاولي هاي صومر تيدا هي عمر بن عبد العزيز انت يا هايين خلافة الإسلام كهايين iyagoo ku bedeshay raaxadii adduunyada inay ilaahay ka helaan raaxada aakhira iyo jannada. Marka waxa aynu maraynay walam yakun qad baqiya, walam yakun mu ahayn qad baqiya, waxba ogamay harin li faatimata faatima min ayaamin naciim, maalmihii ay raaxada ku jireen ee Cumar bin Cabdilcaziz amiirka Madiina ka ahaa wixii soo galay ee nicmo ahaa wax uga hadhay ma jiro maalmihii raaxada ilaa jawaahiruha, wixii iyadu ay xirinaysay dahab iyo macdana, dahabkii ay xirinaysay oo keliya hadhay wax alla wixii kale adduun ahaa waa kii bangiga Islaamka ku wareejiyey keedii iyo kiisii iyo kii hadaaladmo walaalaheed iyo boqortooyadu dhanba waxoodu wuxuu ku celiyay bangiga Islaamka, wuxuu waa xoolii muslimiinta laga qaaday. فقال وحو كوري عبد عمر بن عبد العزيز باكوري لها إيضا وفاطمة بنت علي ملك يوم المالين بكوري يا فاطمة فاطمة قد علمت وحن أوغهي أن هذه الجواهر الذهب كم فرها بضان هاي سطو قد أخذها وحو كقاضي أبوك أبها من أموال المسلمين حولها مسلمين كقاضي وأهداها وحو كوهدي هذه كوكسي إليك أذيك لكن السوق مولا هاينا مسلمين كقاضي وإني أنا أكره وحن نعيا وآد أنا دبسنايا أن تكون إن أد معي أنا إلى تشوكتو في بيتي أد قول جي أهويتو وآد حاس كي أهاتو فاختاري هذا مايا وإني أكره وحن نعيا أن تكون إن الجواهر تاسي أهاتو معي أنا في بيتي أد قول جي إلى تشوكتو مع ذن تادني الذهب كاجري إن قول جي يالان وأنا دبسنايا أنا وانا كهانايا هذا فاختاري دورو لابا متكود فاختاري واحد كلا دورتا اما ان تردي اما ان ترديها ان الحوالها ان ذهب كم كو عليسو الى بيت المال ان هذا كو عليسو قريقا مسلمين تأدب كو عليسو او تأذن او اما تأذني اذي او قلاتو لي اني اذي او قلاتا محايب في فراغك انا كفرو labada mid dooro anigu in xoolaha rigurigeeyga yaalaan way dhibaysa laba kala dooro inaad xoolahan dahabka ku celiso bangiga Islaamka iyo inaan ku sii daayo oo aan dalqada ku siiyo inaad ii ogolaato qaad waxa tibal akhtaaru ka adaan ku dooranaya wallahi ilaahay baan ku dhaartay calayha calal jawaahir macadan dahabkan aan hayo adaan ka dooranay adaan kula noolanaya وعلى أضعافها أنت أي تهي لب اللابيدة يا لب اللابيدة هتاي تهينا أذان كاد أذان كاد دوران لها لو كانت لي أنا وهذان لا هي وحن لب اللابيدة لب اللابيدة وردت وحي كل عدي سأل حلية ذهب كي أو مع مال بدنها إلى بيت المال بنك مسلمين كده كل عدي وعاشت وحي لنا وريد وحي لنا وريد وحي كنا وريد زوجة الخليفة بقر كحاس كيسو معيشة النلل لا تصبر أنا أود كيسان كرين على مثلها نلوش هاس هو كري زوجة موظف حاس نين شقارة ولبس صغير شقارة ير شقارة ير محل لوغة جيدا نين مشهر ير قاطة أو شقة هو صحية سيدو كنو لي هاي حاس يسوح علي حمشين نين شقة ير أو شقارة هاي مثل واش ما نين أكا سوقات أنت أوقاته يا حاس كيس كنوري هاي وح كير أيه كنوري
ورديت بذلك أرنتها رالي بيك نقطة محاير رالي وغن نقطة وغلاتي وحي وغلاتي اتباعا لزوجها نكيه دي كرة عضي قوانك وأملا وحي إلهي كسوكيسي بثواب ربها إني ألهدن أبالك كهشو وشاركة وحي لو ذاكتي خوفه عبسيدة وكبقان أيو من الله حق إلهي ويدن إلهي بكبقتي وتفكيره يفكرك وكفكر يسقه في الآخرة آخر وكفكر لو ذاكتي سيسي وكفكرتي سيسي آخر وكبقتي يسقه كلي نقطي دخل معه وحأص دخل عليه وحأص وقلي وعمر بن عبد العزيز مرة مالي وحأص وقلي رجل نبأ وقلي صالح نوانا يسنع عبادة بضنبوها ومن جلسائه ذاتك لفريسين شريك كمدا فقال وحكولي له ننكي عمر عمر با كيري أرقتوان سوچيري البارحة حري سام الليل بانها ما سيحنن مفكرا وحن كفكري في القبر حباشة يو ساكينه قفك حباشة قلح يمدوه قيدي عدلي دي باتري دان كفكري تبين نوان كجم اوائبور عمر با أرمين فقال وحولي هذا الرجل ننكا سايري دينك روحه كوري مركا وانستح بدل فريسين شكري كم يدنو ولا يسلم فكيف بالواحد فكيف سيدا حالك النقنية بسات محاط أمرين واسيد لو رأيت هذا أرك لهيد الميت قف كيد انتي بعد ثلاثة أيام صدح مع الموت كذب سوى حباش كجري هذا أرك لهيد قد غطى أو الضباري جسده شركيزة أو الدود سقط دحرجي قد قضى جسده شركيزة لما قريبة oo jirkiisii wad dhixri dusha ka wada qariyay oo dhixri uslaarnaada u hayo oo ninkii wad dhixri iyo dooriyaan meelana wada saaran yahay hadaad arki lahayd balka warran oo waa kala uu cunay laxmo hilibkiisa dhixri uu cunay bacda xusni hay'ati isaga oo muqaalkiisii qaabkiisii qurux badnaan jiray watiib ar-ra'iha oo urtiisuna ay udgoonaan jirtay والنقاء الثوب مردي سي مريح سي نظيف أهان شرين ننكي أو انتو يعني كفنكي كو عوني بحل لعانكو كده أيو أو دحرق دوريانكو دوشة كقريي أو هلو بكيسي أو عوني أو لفانتي دحرقو بنحاض مالين لهي فبكاء عمر عمر بأوي أريد عمركو حزطي وخرقو دعي للكو دع عمر مغشيا عليه إساقو مير بالي كومو قري ولا مير دبالي ومير بالي فقالت فاطمة فاطمة قتري لمولاه نين أيده حريسي وأدونها حريسي بركي دنبي ومزاحم الأورنج ربي قتري ويلك وار هوغي يا مزاحم مزاحم أخرج هذا الرجل وار نين كان يقصر نين كان أمير كي ودلي فل نين كان يقصر وماشي كبحل أصوغ لك ماشي مرقا حدود سنة قولي أصوغ شو نين كان قمسي قولي نين كان يقصر بيت أخرج هذا الرجل نين كان صار فخرج الرجل ننكي باب بحي ودخلت واي وصوك الشمر كايدو اسنو السوح حسين ياي ومير لا كوم كترة نحادين تقول علي درادين على عمر عمر باب وصوك الشي فجعلت واحد بلوضي تصب انا كشبتو الماء بيه على وجه الوجه قبيك كشبتو مركا سمير كوصو نغضو وتبكي ولي بأي ايدو حتى افاق دبنو حو كسو بلاروغي او كسو ميرابي من غشيته كومدي اوغلي فرآها اوحو اركي فاضم او تبكي اويسا فقال يا فاطمة فاطمة ما يبكيك محاكا أهنية قالت وحي تري يا أمير المؤمنين مؤمنين تبقر كوديو فأيت وحن أركي مسرع كساد نوغو هرد عضي بين أيدينا أنك هرتي ذات كل عضي وأد كمير باشي وأد كسو حضي فذكرت وحن حسوستي مسرع كادي وكو هرد عي بين يدي الله إله هرتي ساد وكو دعي بان حسوستي للموت قورنا ودعي وحي قد عضي أدي وطني تادي وكلان قطي وقال إلهي أرتي سأقول لعي وقير يودي أنا حصوصتي أي دبيتنا أي تلي وتخليك وكتغيب عن الدنيا الدنيا دبا وتخليك يتغيب كتغتي عن الدنيا الدنيا وكتغيب عن حصوصتي يو فراقك الله الدنيا دي وكتغتي كتغتي فذلك الذي أبكاني تاسعيق أوهي سبت ويعني أنه كراتغنين يسويني أي أنا حصوصتي بكت خوفا عليه بكت وي اويدي خوفا يدو بقيس عليه اسغا في حياتي سو نول بي وبقدي يعني انه غيريدا مارتا او كدينتو فلما ما تمر كدينتي بكت وي اويدي اسفا يدو مرغين مرغونيسا عليه اسغي بي مرغونيسا وي كدنبيسي ماركو اسغو نول بي اويدي اسغو يدو غيريسا كسي وبينيسا
oo ka sii walbahaaraysa markuu dhintana murugadiisi bay u ooyday hataa qashiya basaruha ilaa indhihiiba ay beesho oo caadi xub uu qabsado fadakhala calayha waxa uu soo galay akhwaha walaalkeed maslamatu ayaa uu soo galay akhawaha labadeedii walaal ayaa uu soo galay oo la kala oran jiray maslamatu ibn abdulmalik iyo wahisham ibn abdulmalik yusalliyaaniha iyaga oo maawelinaya oo madadaalinaya oo la iska sabir adkayso geeridu waa xaq haddii alla idmo murugadii ku dhacday bay ay ka maawelinayaan way lowsinayeen way caribaani waxay u bandhigeen labadooduba calayha iyada maa shaat waxa alla waxa ay doonto oo min alamwaali xoolaah waxaana walaal iska adkayso sabirna haddaa ladna is qaado waxaad adduun doontana annagaa nool maanta waxaad doontana weydiisa bay yidhahdeen faqaalad waxay tii wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa abkii aniguma ooyayo calaa maalin xoolo u ooyi maayo walaa nicmatin barwaaqa iyo badhaaro aan daydayana iyo sada adduunyo sareedadeeda u ooyi maayo walaakinni anigu raaytu waxaan arkay minhu isaga mandaran muuqaal baan ku arkay ninkaa dhintay maaragtay cumar ibn cabdilcasiis dakartuhu alaana mandaran dakartuhu alaan mandaran baan ku arkay dakartuhu aan xasuustay alaana imaka muuqaal hore oo aan ku arkay oon imika xasuustay baa jira fabakaytu saasaan wey waa tii hore isagoo dhacay oo aragtay soo maaha kii horen xasuustay baan imika xasuustay markuu dhintay dabeedna kii baa iga ohiyey qaala waxay yidhahdeen maa huwa maxay ahayd bay yidhahdeen maya waa mid kale muxuu ahaa bay yidhahdeen qaala waxa kuhe maa huwa muuqaalka aad ku aragtay maa huwa ayo lmandar muuqaalkaasi muxuu ahaa qaalad waxay tihi ra'aytu waan arkay daata leylatin habeen qaayiman isagoo taagan oo yusallii tukanaya faqaraa wuxuu akhriyey yowma yakuunu naasu kalfaraashi lmabfuuf maalinta ay noqon doonaan dadku sidii balanbaalis la baahiyey oo la firdhiyey oo la filqiyey oo maaragtay yaa caysa wa takuunu ljibaalu kalcihni lmanfuush ay noqon doonaan buuruhuna sidii yacni maaragtay cudbi lafta laga siibay oo kale fa shahiqa dabadeedna wuu hin raagay yacni shahiqa min albukaa wuu hin buu la hinyada hiibuu dabeedna yidhi hin raag xataa danantu ilaa aan mooday ana nafsahu naftiisiiba qad kharajat inay baxday famaa saxaa muu soo miirsan saxaa yascu famaa saxaa muu soo miirsan xataa naadaytu ilaa aan ugu yeedhay lisalaati salaadii subaxa miyir la-aan buu dhacay dabeedna sidii buu ugu jiray koomo ilaa uu salaadii subax aan ugu yeedhona assalaatu khayru min almathalin aan salaadi u toosiyo walamaa weliya markuu qabtay maamulkii xilka la wareegay akhwaha walaalkeed oo ku xigay isagoo kala wareegay yaziid la odhan jiray alkhilaafata boqortooyadii muslimiinta markuu qabtay radda wuxuu usoo celiyey calayha iyada xuliyaha dahabkeedii uu ka qaaday ninkeedu ee bangiga u dhigay sidiiba u taallaa ayuu bangiga ka soo qaaday si waatan xoolahaagii ninkaa uu kaa qaaday ho faqaalad waxay tihi laa maya qaadan maayo wallaahi baan ku dhaartay abadan inaan weligay qaadanaynin maa kuntu ma noqonaya anigu liudiicahu inaan aqbalo xayan isagoo nool taladuu soo jeediyey ninkaygu inaan aqbalo oo aan dhahdo xoolaha waxaan dhigay bangiga waa casiyo aan amarkiisa diido mayitan isagoo nool isagoo dhintay oo aan ku daba tashado geerihiisa kadib la heli maayo ilaa isagoo nool buu iga qaaday oo aan ku raacay isagoo maanta geeriyoodan amarkiisii jabiyo lama heliya taa adduunkaasi igu soo noqon maayo laa xaajata lii daniiguma dan kama lihi biha dahabka iyo jawaahirtaa iyo macdantaa anigu wax danoon ka leeyahay ma jirto faqasamahaa wuxuu u qaybiyey walaalkeed xoolaha uu ka soo qaaday bangiga ee iyadu ay lahayd calaa ahlihi dadkii xigtadiisa ahaa iyo wanisaahi xaasaskiisii dumarkiisii ayuu u qaybiyey wahiya tanduru iyadoo eegayso indhaha ku haysa haddaan hadaba qaadanayn anigaa siinaya xaasaskayga iyo xigtadeydaan siinayaa buur dabeedna saas ugu qaybiyey iyadoo arkayso aan waxba ka qaadan raxmatullaahi calaa ulaa'ik kuwaa ilaahay ha u naxariisto ulaa'ika kuwaasi wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hum iyagu annaasu waa dad macnaheedu waa maxay waa dad qiimale waa dad dhammaystiran bitasarufin waxbaynu ka bedelay buu yidhi min kitaab waxaa laga soo qaaday mawduuca laga soo qaaday qisasun waa sheekooyin mahadha ah oo min ataariikh sooyaalka nolosha ku xardhan
وقري لعلي الطنطاوي نكلون شرب قري كتاب كام دبنا موضوع أنا وحلاجير بدلي استقال لجسوي حكتي نكل على علي الطنطاوي وعالم كي سوري قها أولا هذا الاستيعاب وحنا ما كان قاضينا يعني معني جودين لفهمه والمناقشة فالين لفالية موضوعي أنكسو هاليني تدريب واحد ليلة كوباد أجيب كجواب عن الأسئلة التالية سؤالها صوص عودة كجواب باختصار السكوبان كجواب واحد سؤال شكوباد وحوي كيف كانت فاطمة سيدي فاطمة أهانشرتي تعيش مدء النول أولا النول مع عمر عمر بن عبد العزيز ونادير كده قبل الخلافة انت بقرتي دلوقتي نول راحة وقال تلمامي كرين أيقود النولان شرين اثنين سؤال شلبات هل سر عمر عمر ميو فرحي عندما سار مركم نقضي أميرا للمؤمنين مركم مؤمنين ترون بقر نقضي ميو فرحي لماذا ما يمو فرحين أوه عارك حل عروس وآدو هول بطن إن مارتي دو شلق ساري ثلاثة بما خير عمر عمر محود دور قلي فاطمة فاطمة وحاس كيسا عندما سار أمير المؤمنين مركم نقضي بقر كي مؤمنين تها حاس كيسي فاطمة بنت عبد الله المحويني وعليك على الدورة إن نقول يا بهاكو جيو يلا الدور هذا قد يار جرودو أنا وحل باي فوري حل كي قاسينا حل هول بدوي نلاش شيء دور نويس بدل إيسا هذه لا حق يسلا جهرة وما أت كي سنكرتيد نن ما أنت ناقي يدو مرو شيء دنا ما يهي نن راحة كتجي ما أنا هاي شنن نن هاي بسنا يانا هاي أما قول يا بهاكو جعلي أما وحا قد يار جرو نلاش أرك أدور راحة كل ولا شيء أربعة ماذا اختارت فاطمة ولماذا ما هي دورتي مركها فاطمة فاطمة هي دورتي إن قوامك قاتل لا قادته شنن إلهي لبريده إلهي ناك عبد الطر حنا إيك جورته أي قوانت ولماذا وحي دونسي ما هي دورتي سيدا شنن إلهي بدونس خمسة ما أول عمل ما هي هالشقدي وجوه رئيسي إقام وكوك عي أمسمي به عمل كاسي عمر وعمر عندما أصبح مركو نقضي أمير المؤمنين كل كوريس وحري شقاله وشقيني قصر متويدا ارغي دمر باها اي ادوم اها اي فرح بدنا اي اديجيش حب حري غبغود ولخور بادين الهي هرتي وحرتي شقتغا هلكنا كعود عودنانينا او كعدبنانيني شق غلبو سته لماذا فعل عمر ذلك ارنت ام خو ييله الهي درتي بو ييله خرشكه و ديمي هدا دكن و خريني فايده بدل ما كجري سبع ما الفرق ما هو دخايي بين حياة عمر نلاش عمر كن ولا في بيتي جوريسة يو حياة نلاش كن ولا في دار الحكم جوري مدح تويدا يو ثلاثة مركو فرديو سدوك للدولة مركو روحه أها يعني أقدر حاكم حاكم كأو مركو جوري بقولتلي شو أقدر حاكم حاكم كروحه أها وكرتي تبطن وروحه أها يعني كأو أنا دكبوها وروحه أها يعني أعدل حاكم كأو أعدل بطن بوها مركو جوري شو قلنا nin wuxuu ahaa dadka caadiga ah iska ah ee xataa dadku aqoon ee maartay aan laba garanay mar gurigiisa soo galan laha tamaniya mal farqu bayna hayaati umar maxay kala duwanaay noloshii umar uu ku noolaa wuxuu amirul madina isagoo magaalada madina amir ka ah oo aan marka amirul mu'minin ahayn iyo waxyaatihi noloshiisi wuxuu amirul mu'minin soo amirka mu'mininta waxa tusaale kugu filan maradii loo keenay marku amir aha madina ee leeyay 5000 oo dirham weeyaan ee wuxuu marad way fiican tahay laakiin tuka sharciisan oo ka wanaagsan bay ku haboonan lahayd buur markii loo keenay isagu amir maraa loo keenay 8 dirham bay ahayd muraasir 8 dirham way fiican tahay maradu laakiin waxa ka fiicnaa tuka adag oo kana jaban kana adag kana raaxa ku jirta halkaas aad ka garan kartaa sidoo u kala fogaa labadii sanolood marka raaxa badan buu ku noolaa hore marka dambana ciriir badan buu ku jiray oo noloshiisa wuxuu ku yimsaday inuu akhri ilaahay badbaadiyo limaada raddat fatima jawahirha maxay u celisay fatima dahabkeedii ila baytul maal maxay u celisay ninkeedana way ku raacday amarkiisa way qaadatay hor ilaahayna way u celisay limaada kaanat fatima takhafu maxay ugu baqan jirtay fatima ala umar fi hayati sama nool yaani waxa ka yaab jirtay in naftuna ka dhacdo dhibta haysata gururka haysa cabsii ilaahay uu ka baqayo 11 hadii taridad fatima mi soo cishatay la soo noqoto xuliyaha dahabkeedii bacda mowt umar markuu dhintay kadib may lamay soo noqon limaada maxaa la soo noqon wayday ilaahay dartii uu u celiyay markii horeba markii labaad waxay tiri ku daba tashan maayo ninkayga amirul mu'miniinka ahaa
isagoo nool baan aqbalay isagoo dhintayna amar diidi maayo tadriib tani leedid kala baad u fikir waxa seegtaa al-ibaraati hadalada allati tadullu tatusaysa ala ma yati udhkur al-ibaraati allati tadullu ala ma yati min an-nass udhkur waxa seegtaa al-ibaraati hadalada allati hadalada tadullu tilmaamaysa ala ma yati waxa inagu soo socda min an-nass hadalkii ka soo qaad wuxuu leeyahay halkan waxa lagu qoray sideed mesela jumladood jumlada halkan ku qoran halka ay kaga jiraan iyo kelmadaha tilmaamaya hadalkeenii markii nu dhaxbaraynay arintii faadiba qisadeedii ka soo qaad tusaale ahaan waahid li amiril mu'minina wuxuu leeyahay boqorka mu'miniintu sawbun waahid mara kaliya wa markuu walaalkii u yimid isagoo boqorka xanuunsanaya ee wiilu had yeeshaa qamiska ka mayra ee maalinta hore waa yahay tiri maalinta labaadna ay tiri mid lagaga bedelay inta loo mayrayaba malaha itniin faadimatu tu'idu jawaahiraha ila baytil maal faadimo waxay dib ugu celinaysaa yacni dahabkii ay lahayd beytka ama baytul maal bankiga islaamka ay ku celinaysaa iyaduna waa halkii aad ogeyd ee wiilaha haddii aad laba kala dooro inaan warqada ku siiyo iyadaad ku celisay tir waan ku celinaya talaata min alqasri ilaa daari sagiiratin waxay ka guurtay faadimo iyo cumar bin cabdilcasiis qasrigii boqortooyada weynaa maxay u guureen guri yar oo maaragtay ayagu lahaayeen arbaca amiiru lmuminiin boqorkii muminiinta yashtahi wuxuu xiiseeyey akla alcinabi ayuu maalin xiiseeyey inuu cinab cuno waa maalintu lahaa hal dirham ma haysaa waa in cinab baar maanta uxiisoonayaaye aynu soo siisanay ay lahayd adigii amiiru lmuminiinaba dirham baad weydiiye maana dirham haya cumaru khamsa cumar yabkii min dikri cadaab alqabri cumar baa ooyey wuxuu la ooyey cadaabka qabriga u xasuustay waa markii ninka saalixa uu sheekeeyey ee uli xalay maan seexanin cadaabka qabriga waxaan xasuustay qabrigee ninka qabriga galay ee uu ninka lena ku yidhi ka waran haddii uu saddex isha kadib aad arki lahayd meydkiiyo dexer cunayo hilibkiisa uu dexer ugu cunay oo maaragtay isbedelay sita yuslixu daarahu binafsi gurigiisa isagaa ka shaqaysanayay oo hagaajisanayay oo nabnabayo dhoobaynayay waa markay u timid gabadhii masriyad ahayd ee doonaysa inay aragto boqorka cumaru yabkii fii salaatii cumar baa salaada ku ooyey waa muuqaalkan ay ka ooyday markuu dhintay kadib ee maaragtay intuu akhriyey aayadda qur-aanka ah dabeedna uu miir beelay ee uu akhriyey yowma yakuunu nnaasu kal faraashi almabthuuth dabeedna waa berigii salaada ay u toosay isagoo miyirla ilaa intaasoo dhan tamaani alkhaadimu yadiiqu ninkii shaqaalaha ahaa ayaa cidhiidhi ka galay bitacaami amiir almuminiin ninkii xataa khaadimka maaragtay adeegaha ah ee yidhi cadas cadas kula yoom cadas ma misr unbaad nahor haysaa miyaana ma misr unbaad nahor haysaa ma misr unbaad nahor haysaa miyaad maalin wax kale karinaynin waa markuu lahaa tadriib taalit laylidka saddexaad man ilqaa'ilu yaa hadal ka yidhi walimaada qaala muxuu u yidhi waaxid raa'aytu waxaan arkay masracaka adigoo ku dhacay bayna aydiina horteeda ku dhacay baan arkaya imanka fadakartu waxaan xasustay masracaka bayna yaday adoo ilaahay ku hor dhacay oo dhintay kelmadaa waxaa tidhi faatima binta cabdimalik baa tidhi markii uu dhacay ee uu naxay muxuu ahaa cumar ibnu khadaab ee cadaaba qabriga uu xasuusay camar ibnu cabdilcasiis itniin alaa tashtariina miyaad noo soo yimisid cafwan alaa tatasattariina alaa tatasattariina maxaad isaga asturi weyday can haada tayaan ninkan guriga dhoobada marinaya miyaad iska asturtid yaa yidhi ereygaa gabadhii masriyad ahayd baa ku tiri yaa ku tiri faatima bintu cabdimalik ninkanayuu ahaa ay moodaysa kuulibay moodaysay ninkan waxa weyaan bay tiri waa amiiru lmuminiinkii aad arkaysaa de waa sawjkiiga iska qarin maayo iyadu waxay islahayd de amiiru lmuminiin weyn baad arkiyo dabeedna waxay tiri ninkan dhoobada walaaqayaa waa amiiru lmuminiinkii talaata iqsiluu mayra qamiisa amiir lmuminiin amiiru lmuminiinka qamiiska ka mayra ayuu yidhi faina naasi yadkhuluuna calayhi dadkaa usoo gelaya oo dawala soo booqanaya waa lagu arkayaa qamiiska ka mayra yaa kelmadan yidhi maslamat ibn cabdilmalik oo faadimo walaalkeeda arbaca fakayfa low ra'ayta siaad maxay arrintu noqon lahayd haddaad arki lahay almayita meydka bacda salaatati ayaam saddex maalmood kadib oo dexorogu cunay kelmadaa ayaa yidhi alrajulu saalix ninkii wanaagsanaa ee la fadhiisan jiray cumar ibn cabdilcasiis oo uga waramay inaanu xalay seexanin khamsa maa kuntu liudiicahu mayhi mid aqbalaysa xayan isagoo nool wa casiyahu diidaysa ma diidaye mayitan isagoo dhintay kelmadaa ayaa yidhi faatimatu bintu cabdilmalik markuu walaalkeed ku yidhi yasiid oo boqortooyada qabsaday waa tan dahabkaagii la wareego banga uga soo saaray sita cadas cadas kulla yoom cadas yacni wuxuu yidhi misr un misr un
waxaan ila misr ka oo kale ama jajabka iyo waxaan imi ka dulka ilaan ee yar yar oo kale weeyaan misr umbaadna hor haysa abuul maalmo misr baan cunay kareyna soo naf malihin miyad maalina laga bedelay aqoon dabadeed ka yahay al khadim oo ninkii shaqaalaha oo kan iyo jabay cuntada la soo dhigay maalmo walba sabaa isnaa ma taraahu waxa adiga kula tahay samee bay tiri fa ana ma'aka anaa waan kula soconayaa ka gaabin maayo wama kuntu li ashabaka نقول ما يمد كل صاحب تقولنا ولا طف النعيم مركن برواقة ده كشرني وادعك كاتج مايو في الضيق مركن عريض قاله ثانا ياتي يا يلي وعاتني فادوة بنت عبد الملك مركو لها أمر هيركني أنكوا على يقولي أباها أما نلاش أنا أودي يا قرب هذا أودي يا قرب أتوانو دي يا قرب يا نقولنا ثمانية فختاري واحد كلا دورتها إما أن ترديها إن الذهب كن كل عريسو جواهرتها إلى بيت المال قولي حوله يالان guriga xoolaha ee bangiga ah aw taadarin ama adiga qolata li aniga fi firaaq ka inaan ku furo kelmada ayaa yiri Umar ibn Abdul Aziz Fadimo Kuri markuu lahayd naga cadi dahabkan tadrib raabic layl iska afraad ugtu waxad qortaa al ismu magaca al munaasiba ku haboon fil firaaq meesha banaan Yazid wa khaas wa mid Yazid wa Yazid ibn Abdul Malik wa aniga boqortay kale wareega Umar عبد العزيز فاطمة وفاطمة بنت عبد الملك يدنا امرأة مصرية كبر مصرية الرجل صالح نكي وناسنا عمر لفتيس وعمر عبد العزيز الغلام إلى كيرا أها شغالها سليمان أو عبد الملك مسلمة وأسناء إن عبد الملك واحد الطيان نكن جوري قابين يا الرباط وراق يا الذي كان يصلح الجدار جوري جدار كيس حاجاتنا يا هو وحو أها عمر بعد ما كان قرص أرجع كسوقات هو كموها عمر وامير المؤمنين كي عمر بن عبد العزيز اثنين الرجل ننكا الذي اثر اوراد كرهبي او حقتي ساميي كلامه هذا الكيسو في عمر عمر تاثيرا سامين قويا حوق بدن هو وحو اها الرجل صالح حلكا كوبو مركا نينكي وناسنا اي لفريسن جيري بو اها ثلاثه الذي طلب كعتدي غسل ثوب امير المؤمنين ان لميرو مرض امير المؤمنين هو مسلمته كو دنبيا ابن عبد الملك بو اها أربعة المرأة قبرها التي قبرها كانت هاي تجلس متكم فديدي على بساط مرقعين جوجل لكركري هي وهاي هاي فاطمة بنت عبد الملك بهاي قولي جيد بقرتويد فديدي ولا بقى أما يعني قولي جيد يضرب أميرك يضرب بقره قبوا خمسة الذي كره طعام الخليفة نكنا كني يتشوي انتظر لو كرين شري بقرك هو وحها الغلام إن كيس قارها أيوها ستة الذي أراد كضوني إعادة الحلي إن وسع علي الذهب لأخته ولا شيء هو وحوها مسلمة عفوا يزيد وقوه الرئي يزيد بن عبد الملك بوها نكي وسع علي الدوني المرة قبرنا التي قبرنا أراد الدونتي مقابلة الخليفة إن اللقر انطوي لشر طب بغرك هي وحايا هيد امرأة المصرية قبر مصر كتمت أوراها مصرابة هيد ثمانية التي كانت بنت خليفة بنت خليفة قبر دي أهيد قبر دي بقر إلى أنتي سعد بقر كدري وزوجة خليفة دي بقر كقبي وأخت خليفة دي بقر كنا لا وراش أهيد يا بهد بقر كان نكيد بقر كها ولا الكيد بقرها هي فاطمة بنت عبد الملك يدنا وين التي هي عادة كل عريسي جواهرها ذهب كذي إلى بيت المال هي فاطمة تاسر وفاطمة الخليفة بقر الذي جاء كيمد بعد عمر هو يزيد ابن عبد الملك بوها كي كتن بيكو حقي ثانيا المفردات والتعبيرات إما كان هو أريو يحل أبور لبضا تدريب واحد ليس كوباد الكلمات أريضا التالية تصوص عطا مشتقة وحلقة صوت شاحي أولا كان من مادة سنع وسمي كلمة داسة أولا كان سنع ويها وضعها واحد اكتا في الأماكن المناسبة كلمة دا لسنعي كسوت جدا ومركا قولا دمارتا إلا فعل كلمة دو كي مانا يان حاجي مذهب كوفي انت مركا ميرهب كوها بوندك كلمة دهني محاي كليهين واحد كلمة صناعة سمين وهو مستر فرسمين صنع وسمي مصنع مير وحلقو سمي مصانع مير وحلقو سمي ورشدة مصنع وورشدة ايو مصانع وورشدو مصنوعة وحل فرسمي اول سمي يصانع يعني فرسمي قان رياضة سي ادرقتو اي لحدة waxa ka soo wada jeedan sanac uu farsameeyay oo maarta uu warshadeeyay ah warshadu nooc walba hadda ay doonto ma noqoto hadaba meelo banaan ba jira ku kala buuxi waahid fi baladina wadankeena iyo wadankayaga waxa ku yaala masaaliic badan oo warshado
كثيرة فربضان تهالك أقلي. اثنين من بعضنا تهالك مركب واحد وياه من صنع ياسمي فعل تهالك أقلي هذه الطائرة تيارنا ياسمي. ثلاثة هذا هو صانع هذا هو مصنع الحذاء هالك واحد وياه ورشدي كبه مصنع الحذاء ورشدي كبه. اليابان تلك الشبان إلى هذا مشهورة واحد عام كتهاي بصناعة السيارات سمعت بابورتا يدا كو عام بحدي مركز صناعة الصواعق مستر كيا. هذه ساعة ساعة مصنوعة وحلقو سو ورشدي لقو سو سمي في سويسرا تلك سويسرلاند يا لقو سو سمي. أين أكدوا كنا مركز أين صانع الأثاث من نكي سابان كسمين شري الجديد العصبة فسمي قانكا مارتو ورشدي ألعبت أثاثك وألعبت قريها لديكو سكراسيد أيو ميساسك أيو توليديد أيو سريرها أيو آثاثك قريها ننك السمعي يا عصبي وانيكي ساوقل هابي. تذيب تاني لايسك اللبات اشتق اشتق قصو تشيح الكلمات كلمتها المناسبة كوها بون من مادة منع ما نعمة دي نعمة يعني نعمة وراحة يستي كسوقات وضع لك في الفراغات ميلها بنان أدو يمكا دواسا سوقل وقصو تشيح بكله. وهذا هالك المركا نعمة بالغة سوق قاضي هذه تاني نعمة عظيمة ونعمة ويبذلك أول نسأ نعمة سوق قاضي نسأ وياي وكو هالك المحاق قرن المنعم وهذا نسأ اسمه يفعل بسوق قاضي المنعم كنعمة هو الله وإلهي هالك المحاق قرن المؤمنون تدك المؤمنين في يوم القيامة ما أنت قيامها في نعيم نعمة كشران في نعيم نعمة كشران هذا ثوم الناعم وهذا نسأ و مارتي ومرد العسن ومار ناعم ومرك طاوت قعمه ايش على سنين ويا هذا ما حق قرن الله عليك وعلى والدك انعم الله الهي وكون نعمه عليك هذيك ايو وعلى والديك لبدا دي والدبا هذا ما الله يبارك قرن سمارتي خلاص نعم الله نعموينك الهي لا تحصى لما كوبي كرو ولا تعد لما ترين كرو. تدريب ثالث لازم صدحات اشتق صوتشح الكلمات المناسب الكلمات المناسبة كلمتها كهبون من مادة الظلمة والظلمي كسوقات كلمتها أريا كسوتشح وضعها أريا كسوتشح واحد يتعذقه في الفراغات ميلها بنان الله صار قاسكم قرنا لا يظلم العبيد إلى هاي الضمضة مظلمي وين وغضب يأمر الله بالعدل إلى هاي كسر بو أمرها مخلوقة لا بالظلم هذا سامركا كردرها ما أمره عقاب الظلم مركاده عقاب الظلم عقاب تخدي لا تقدر درهدا اي حد غدبكو عظيم وامد وين يوم الحساب مالنت قيامه دعوه المظلوم هلكاده مركا دعوه المظلوم قف كل ظلم هباركيسا لا ترد لم علي له واقبلا لا تظلم اخاك ولا لك ظلم اريدا كسو قاد ادو سمي بكلي الوحده الحاديه عشر وحويان قيبتي كوبيو توبناد وحنو قادنينا الامثال العربيه مهمها عبر بيت مدر كميدا اينو حكا قادنينا ما قبل القراءة اخرس كهر محا كهر اينو قادنينا هذا بعض الكلمات تنوى اريد قاركود المهمة قيمها بدن التي تاسو وردت كسو ارورتي في النصوص وحا كسو ارورتي هذا الذي اينو صوم مرنبا كسو ارورتي اما كوان ضمبا كسو ارورتي اينو مردوني وابحث وحا كبار لا ابحث بعد من عن معانيها معنى يتشدد اي بحنيان بعد معنى هذا مغشو وأرجع أشدده ليهاي معنوه وأرجع أشدده ليهاي هذا معنيه سشق والورنة أما هذا إنسان هذا محمد معنيه سوام حي هذا اللي جويديو أما أحمد معنيه سوام حي معنيه سوا قف كلفتيز وقف كشركيز أيوة المامية ما كان شيء معناها أو بحياة ووحه كل شيء يوم أو مرتي أما قف هنقضو أما جيد هنقضو أما ضد هنقضو أما الدنيا هنقضو شيء جوحة أو تلمامة يا لواء معنيز هذا يقول محمد معناه هذا اللي قوله تمام مريسين سقف قط ثابنة سا معناه كلام رأي ذات الإنسان بقتصية وهذا معنيز مالك هذا بس شيء جا معانيه زبارد بكلو شيء تدو بحنيه لتساعدك سائك هاجع عويان إريضاني على فهم هذه النصوص هذا لن يساعد فهم الحيد إلى هذا معناه جنوا فهم تبقى قوات كان إيه إسكافي كاسو إسكافات ما قشوا وكبوله وقفن كبها السمية عربي ونفهمية شحيح وقف بخيل قعندك مرعا وحوي وختي ذا وكيمها بر وقطع ونبح وعلى أي قال وعيبل أي قبرك عيو وهذا هيا النبح
نباحنا وهو هذا أوليه هاي وفعل كي مستر كي نكبة وشب إيو مارتي نباتية مسيبة عضا ثأرة وأرغوسي أدية ومقلوغة ومقتل بحيو أريد أسوأ أنه أركد دون أبو لي هدو نصوص تينغو سوصعودي كوشيران كواسي يساوسي أغو هل تعرف ميا تقانا هذه الشخصيات تذكر إنغو سوصعود ما تقانا سنمار نكرا لا ميا تقانا أبو كلي سنمار ما ماها عربيت بكوشيرا ميا تقانا بناء بكروان وستادة أو إنجنير أو وحدسة أو روميون غير يوروب وها أسل كيسو قتله النعمان نكيل ونشري بعدين النعمان المنذر ظلما قدره كدلي نك هذا ما هذا عربيت بكوشيرا النعمان المنذر نكيل ونشري نكهن دلي وحها آخر ملوك الحيرة ماشي حيرة ونشري يبقرتوه ذكر تشري شرتي عراق عراق بكوول شرتي بقر كودم بيء قبط أيها نك حال كيسو محها وأشهرهم نك وقع عن صنبها في العراق عراق تحديدا اشتهر وحقوع عن بحي بيستاري أوامره إنه أوامره سوى صاره بقتل من يريد قفك الدون إنه دلو أي أمر كبير حنشري وقت ما يريد مرأة لمرك الدون لما ما المضبو السمعي مالين بلايو يمالين برواقو أيو سنة كيك السمعيستي ملاوح حنشري قفك مالين تهاب بلايو يقصو هكاقا ودلوني يمادون كمان تبرواقا يقصو هكاقا وحد دالا يدموا برواق وحبان سينيا haddii ilaahay kugu soo beego maalinta uu ugu talagalay dilka qofku yimaado uu dil jiray haddii maanta kan wax buu dhakisin jiray labada maalmood uu sameystay ilaa ummadii manu inuu jabiyana ma ogoleen ilaa ummado badan uu gumaaday isla markaa dad barimegeydaya oo qiimo badan uu dilay markii dambe oo xataa labadin uu dadka ugu jecelaa dilay dad markii dambe wuxuu yiri waan inaga soo jiib balaayada nasiibada yaani deelan miya qof socda la way maalinta miya la og yahay maalinta isaga sameystay marka qofka maalinta uu yimaado waa kaw u dilaaun iyo cid kasta ba ahaado nin buu ahaa itaxaan buu ahaa deena yiri waxa kale ku urquub ninka lama taqaana urquub ninka leeyda rajul waa nin yudrabo lagu tilmaamo bihi isaga almathalu waxa loogu mahmaha fi khulfi almawaaid balanka baha oo dhan balanbaajo oo dhan buu isaguna astaan u yahay hadaad urquub ma qasho mawaaid urquub ba leeyda isaguna waa arti wixii balan jabina xunayn ma taqaana xunayn iskaafiyun wuxuu ahaa nin kabool akabaha sameeyay saanul ahadiyatin nin kabaha sameeyay oo ahaa fil xeera isna xeeruhu joogay oo fil ciraaq ah ay ninkaasi deganaan jiray kuwaas markaa wax ka soo qaadanayna alamthalul arabiyya hadaw tusaaleyaasha carabeed aan soo qaadno lil arabi arabtu waxay leedahay tusaaleyaal maaha alamthalul arabiyya maahmaaha carabeed weeyaan oo maahmaad waxbay tilmaantaa laakiin haddii alamthal la ilaahdo mar waa tusaaleyaasha mar waa maahmaahda imiko maahmaahi العربي عربت وحل أمثال مهما هاي لهذه كثيرة فربضا بعضها بركيد كان وحو أهانشري قبل الإسلام انت عن دينة الإسلام سودقين مهما هاي لهانشري مباشرة وبعضها بردنا في عصور الإسلام حل يدي إسلام كري أي بحين ومهما هذا من وقت بحضار وهذه التنوحة وهي نماذج التصالية الويان أي نقص وقاضي أنه أو كم من الأمثال مهما هاها العربية عربت عربتكم مهما هذا iyo qisasiha sheekooyinka ay ka soo jeedo iyo qisada ay maahmaahdan ku timid maahmaahdu waa eray kooban laba eray hadii lagu raaxo xikma iyo mathal laba wax la hadal yar yar oo macno weyn xambaarsan waxay kala duwan yihiin maahmaahdu dhacdo taariikheed bay leedahay laakiin xikmadu murti weeyaan xikmadu iyadu ma laha dhacdo ay la xidho waqti ay baxday oo gaar ah ma jiro dadka khibradda aqliga badan ee xukumada la yiraahdo ee tajribada leh ayaa kelmad sheega ama jumlad bay sheegan macna badan xambaarsan oo nolosha waayeheeda ka waramaya oo laga faa'iideysto laakiin taariikh iyo sumad gaar ma leh midalku laakiin waa inuu sumad yeeshaa dhacdada uu xakeenay oo qisas yahay markuu kuleeyahay halkay salka ku haysa la tilmaamayada maamaha waxa uu ku yiri waxa kamida almathalu takubad waxa weey almathalu waxa leedahay jazaa'u sinnimar وأبالكي سنمار بالي هذا أبالكي كودا عايز سنمار وحلوغو مهما ها قف كستو او انتو وانا قلو قلو حمان كغي توابة قف كستو انتو وانا قلو سميو حمان كغي توابة اي هارت لو مقعابا نين كان اي كودا عايز سنمار رايلا ها انجنير كاها تبعنا نين كستو او انتو وانا سميو حمان لو كو وانا قو سميي حمان كو سميو حلالا جزاء سنمار نين كاوحا كودا عاي أبالكي سنمار كودا عايز هذا hadaba waa maxay sidoo ahayna aan eegno waa tan qisada uu ku sheegayaa sida ku soo baxday uu ku sheegayaa marka qisatu almathali mahmaadan
قصديده أما شيكديده وحي أحد يعني قبل أبنتي أراد وحد ضاني النعمان كيلو رجري ملك الحيرة بقر قوها ماشي حيرة رجري عراق قتالي أن يبني أن أولسه لنفسه نفتيسة قصرا فوق مدحتويه أو عظيم وين أولسه أيوة معي فاختار وحد ضارتي لذلك فوق وين اسمه بناء انجنير او اسمها يقان او ماهرا حريف اسمها وقت قال لتشوغي نينكي احرف سنة الدنيا ايوها يقال له احرف الانجري سنمار بالانجري فبناء احرف سنمار 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 القصر فوق احرف على احسن صورة موقال كيوغو وناكسنا مالنتا الدنيا ايو نكاسي احرف فوقي واكيم دحتو يدا فمن تظر وحو كسوغيي مركو دمايستري احسن الجزائي ابالك اوغوانا كسينو كهلو من الملك بقر الى هو فرتو كقاضي و دمايستري فوق لمي دينا ادويدو كما يالو نكنا وا بقر و شقينيا وحو كسوغيي بقركا انو ابالكي اوغوانا كسينا بقر كهلو بقركينا مخو سميه تلو دوادنا على عمله شقضاء وقبطوك صباحي إنو أبالك هو ناسا كهلو وقد عجبه ليابي النعمان ننكي بقر كهان نعمان بالقصر فوقي بليابي إعجابا لياب شديدا آدو أدقو مسكحي سقادي كرويدي ونو البكت داوضي ونو البكت آغي أوف تعي سيدو ننكي ورسي ننكي بقر كهابا يابي مسكحو هنا اسكوضا فكر ما هي مدبا ميل بكفت كديسة دوما دينا وشكرا سنمار ninkii uu mahadnaqay ala amali shaqada soo qabtay al cadiim weyn shaqada weyn ee uu qabtay uu uga mahadnaqay wa fi ahad al ayyam maalmaha mid kamida maalmaha maalin kamida ayuu dalaba wuxuu weydiistay minhu ninkii sinmar ee injineerka aha an nu'man ninkii nu'man ee boqorka haba weydiistay ay tajawala inay ku soo wareegan inuu kula soo wareego macahu isaga fi jawani bil qasri wuxuu yiri is kaalayo isotus ismaha ina sheek wuxuu kale yahay wuxuu ka kooban yahay qaybaha uu yahay kaala igula soo wareeg buuri oo ilaan marka qof uu dhiso halkan waa caynkan ima guriga markaa dhisto kan waa ki cuntada kan waa ki hurdada kan waa ki fadhiga kan waa ki hadaladmo soo waxa lama yiraaho yaani waa qasri intee leeg dabanda qaybaha uu ka kooban yahay oo qayb kale ah yaani xafiisadii leh oo maartay hoolalkii lagu shirayay leh oo hurdooyinkii leh oo meelo cuntada leh oo meelahi nasashada leh oo qaacaadki wixii oo dhan leh قال صوت صبوري هذه كانت تسجد وان يعرفه انه بره مخو كلا ويديستاي انه بره مخو كلا بريا بغرفي قوللك وكا كوبن يحي يو وقاعاته هوللك قاعد هو هوللك واوين شرلك لوو تلغل واوين سمارت مساجد كلا افنن واوين يو قوللك حفيسه هردده عمتد فديه وحيابان يسو كلا تسبور وضاف النعمان وحا كسو وريغي بقركي نعمان يوس النمار وحكو سوريجين بجميع جوانب القصر فوق وينات دمان دين عيدي سي هريري سكر الدوان يدع الذي سؤلوا ما يصوروا مرين ثم سعدا وحي فولين إلى سطحي هذا فوق الدشي سطحي قبل فولين سطحي وحوي سبط أسر ريسة أي برناني وحبك أنا وحبك سرين أي فولين فسأله نعمان نعمان باوي ديي هل هناك هل كان مجرى الدنيا ده قصر فوق مجرى مثل هذا يقول بعضك الدنيا كمان توصل اسمها ايه فوق عديد استي مثل لم يدي الدنيا مكوية لابور فأجاب سنمار با كتشوابي لا مايا ما انت الدنيا ده قود كده كان قول اسا كل ما ديه كميال فسأل وحو ويديه مرة بعد ايوه هدنا ويديه هل هناك بناء غيرك بناء غيرك وارنين وسطاء ده أما إنجنيرا نهض إنجنيرا وآنا ديقا أهين مجرى ويستطيع كاريكرا أن يبني أنه لسو مثل هذا القصر حتى من إنجنيرا هون ديقا أهين وكان أكرا لسي كرا وذا دي يدكو أكتحي مجرى بول فأجابوا حكوشوا السنمار كلا حكي يامن ميا كلا ودين مضى وقعدك كلا وحكرا بكيام حكي يامن aniga oo kale in laga helo maanta adduunyada ha ka yaabin buu fakkara dabadna uu fakkaray annu umaan umaan uu baa fakar ku soo dhacay sariican si degdeg ah
وبحيدون إذا عاش حضون نورادو هذا البناء ونكن إنجينير كهي سيبن وحو رسيتونا قصورا فوقية كره أخرى أو كره وأجمل كقروح بدن من هذا القصر والله نكن هدو سنون نورادو نقشت كريا لسين كره أو كقروح بدن وكيني كره كاقا ومبسين كبه يسبا ما أخر المكفة كره فطلا وحو ويديستي من جنودي عيدا مديسي إلقاه وإنه كطوران من سطح القصر وحو القبط أوه فوق كطورة قبل جسبة فوق كطورة بعينك أمر كوسي هلا كطورة ومن تقول لي هاي كطورة بدي قبل جسبة أنت أنا مثلاً إنه قصة مين إنه وين الله عنه الدين فوق وروح بدنه نك كطورة إنه دافية فصار وح نقضي هرتا تبعنا محي سميين مستهل القصر فماتا نكي ودنتي هلك بلا كطورة تبعنا ودنتي فصار أنك وح نقضي يضرب من لغو تلمامه هذا المثل مهما هذا نسيه خب حضي لمن يرد قفك عليا على الإحسان وناجي لغري بالإساءة حمين أي لغو تلمامه ورسال الجزاء سن مار ننك استقال لحمائيو انتو وناك سمائي كي وناك أو سمائي حمانك وقو أبال قدو وحا لذا وحا كل عي أبال قد كي سن مار ننك لوجه لكل عي مهما هرو ويدي وانولي قيد نهرين ويا تاسات دبنالك كب حضي waxa jira almathalu tusal kale wa kalabaad rajaca bi xufay xunayn waxa ku maamahan arabtu ninkaas uu xulo noqday labadii xuf labadii kabood ee xunayn iyadana waa tusal kale waa maamah kale qisatu almathali hadduu han soo qaadanayna sheekada ku soo baxday maamahadani iyo sida ay ahayd kaana xunaynu ninkan xunayn la yiraahdo wuxuu ahaan jiray iskaafan iskaafiyan wuxuu ahaan ninka baha tola ayuu ahaan jiray يسكن وحو اسنا دقنا الحيرة تميسر على العراق وطالة وذات يوم المال مالمها كامدا جاه وحا ايمد وحا ايمد نكي كبولها اها عرابين الرهيمية ليشتري انو كيف سيمينه سيوا خفين لابا كبوت وماسا انو قطشو وماس بالاقي سيمين شري قاب كان الشربات كو كرنا ووسم اسناين واخذ وحو برابي يساوينو بايعو وبايعي حتى اغضبو كعريسي بايعات اذق او بقاسي نماء ayo baqasi baqasi waxan maadiga seen wax yaroon isku bixinay wixii ay ku rubad gooyay oo ku wareereen ninki waxana kamuu yibsan faaraad xunayn xunayn ba damcay an yuudiyahu an yaqiido inuu isna ka cadeysiyo wuxuu damcay inuu isna ka cadeysiyo falamma rahala al-a'rabiyyu ninki reemiga ha markuu ka guuray halkii akhada wuxuu qaaday xunayn marku galabtii noqonayay ninki oo awkii rartay ayuu akhada wuxuu bilaa wuxuu qaaday xunayn al khufayn labadii kabood ayuu qaaday ninka uu arraabay awrkiisa buu xaysanaya uu carooday ninka uu eeganaya kulaasu labadii kabood ka daba qaaday horteed buu qaaday waalqa wuxuu ku turay xadda huma labadii kabood mid fi dariiqil arabi ninki reemiga ha wadadi uu maray uu ka arraabay buu dhigay labadii kabood mid waalqa al akhara kaptikana wuxuu ku turayadan uu dhigay fi makan meel أبعد قليلا ميلو حقا كفك وحقا أجرتا أيو مدو مدو توري لو هذه كبوض ولما مر العربي كي رميقا همركو صومري وهو راجع نسوكو أدب سوى هيركي سيكون نقونايا أيو صومري بمكان الخوف الأول هلكو كبتي هرق نقايبو هرطة صومري كبتي هرق أركي قال دبنا وحيري ما أشبه الله محا أغاق الله أغاق هذا الخوف كبتني بخوف حنين كبتي حنين هي الاسكافي كبولها الله كبتني واجابوج ولو كان معه الاخر حتى كبتك الله صعون لهيد لاخذت وان قادن لهابا هو كريديت ثم استمر و خس كسي و سي سعودي في طريق وديسي حتى وصل هذا و خ سو غاري الى الخف الثاني كبتي لباد بو هدان اركي في هرنو سو ضافي فلما راه مركو اركي تي لباد ايو نديم مروغودي على ترك الاول و اربعه اهي اه si hore maxaad uga tiid buur waatantii kalena ninkan dhigayna u jeedo u dhigaya kabahan meeshe iska mu dhigin waa dabin isna iska mu dhigin rag isku raye dabadeedna wuxuu deedna yiri waan qaadan la hadii kale la socdo ki hor uu ka murgoodi warajaca dib uu noqdo halkii liyaaxudow si uu soo qaado tii hore wa taraka uu ka tagay naaqatu heshiisii wixii saarnaaba في المكان ميشي بو كغا تغي بجانب الخف و خو كغا اغتغي كبتي لباد اغتيدي ايو اوركي جوجيه هشي اوكيسي
iyo alaabti u saaray dabeedna raad u dib u noqdo wuxuu raadkiisa buu ka noqday suuqabti u soo qaato tan ugu darsado bilaashna bahala ula tago yaani haddii jeer qofka damaacayhi khatar buu galaa wakaana xunayn xunayn wuxuu ahaa isna meesha yarqub wuxuu ku ilaashanay ku sugay al carabiya kan reemiga wuxuu ka eeganay min makaan khafiin meel wuxuu u galay qarsoonisna oo awrka agtiisu isna galay kab tan dambu ag joogay isagu oo uu eeganay ninka liyaraa inuu arko ma yafcalu balki reemiga wuxuu sameeyo isna eegaya falamaa raahu markuu arkay kii kaboolaha ee meesha ku gabanayay ee kabaha meesha dhigay qad dhahaba inuu tagay liyaatiya bilkhuf alawwal inuu soo qaato kabtii hore inuu u tagay asracaysan uu soo degdegay waaqada naaqadu hashiisii buu kaxaystay bimaa calayha ayaa waxa la wixii saarnaa ayuu garka qabsadayba oo suqsuq uu la xulay gebigeediiba warajaca alcarabiyu kii reemiga habal ku soo noqday bilkhuf alawwal kii hore uu soo qaatay falam jid naaqadu hashiisii uu waayay gebigeediiba mal alla meel ay joogto kabtii way taalaa laakiin awrkii dhammaa iyo wixii saarnaa iyo safarkiiba mal alla meel ay mareen uu waayay fa xamala alkhufayn labadii isla kabood buu qaatay ilaa beledii waddanku ka yimid ayuu labadii kabood u qaatay wax kale oo uu sidaa ma jirto markaas ay maxaad keenay suu bixufay xunayn baan keenay wax kale oo sidaa ma jiro maxaad war la keentay baa leeyahay suu bixufay xunayn labadii kabood ee xunayn baan sidaa fasaara wuxuu noqday hadalkii yudrabu mid loogu mahmaha hadal mathalu tilmaantan waxaa mahmaha looga dhigaa fil khaybati guuldarada iyo ikhfaaqi yacni qofku labadaas waa isla macno cadfu tafsiir baa leeyahay laba hore la isku xidho ma isku macnaa guul darro iyo yacni maaragtay jab qof ku dhaca wax kastoo lagu guul daraysa waxa la yidhaahdaa rajaca bikhufay xunayn ninkaasi wuxuu la soo noqday labadii kabood ee kaboolihii xunayn lahaa waa qof kastoo guul daraysa wuxuu doonaa guul daraysa taasina waa mid kale ta kale waxa la yidhaahdaa almathalu mawaacid curquub ta kale waxa weeye mahmahda tiraahdaa ballanqaadyadii curquub oo kale oo loogu magacaabo iyadana waa alla wixii ballanbaajo ah tanna maxay ahayd qisatu lmathali maxay ku soo baxday mahmahdu kaana curqub wuxuu ahaa rajulo nin buu ahaan jiray yukhlifu lmicaad ballankoo dhan buu jabin jiray ballanbaajuhu yaqaanay ninkaas caana wuu ku ahaa atahu waxa u yimid akhun lahu walaal uu lahaaba u yimid nin walaalkiiba u yimid yas'aluhu isagoo muquuna xoolo weydiisanaya timir buu weydiisanaya markaa faqaala curquba idaa adlacad markay ubaxa yeelato haadihi naklatu timirtaasi beertaasi falaka dalcuhaa ubaxeeda wixii kasoo go'aa adigaale yacni markay ubaxaysato wixii ubaxa hee kasoo baxa timirtaa adaale buu oo yacni markay timir noqoto ubaxa laftiisu noqdo falamaa adlacad markay ubaxii yeelatay buu ataahu u yimid ee ubax sii daysay beertii timirtahay ama geedkii timirtaha nakla yacni markuu yimid kamaa wacado siduu ballan qaaday faqaal wuxuu uturukaa imika iskaga tag imika waxba kuu tari mayse xataa tasiira sahwan warbahaas midho ha casaadaan buu sahwan ha casaato waa kow marka hore aad buu casaataa timirtu markaa hamra oo taa ha casaato ow ama safra alone ama marka hore waxay noqotaa huruud marka dambena way casaataa labadaa midba sahwan baa la yidhaa ha casaato ama huruud ha noqoto buu falamaa zahad markii casaatay midhihii ayuu haddana u yimid qaal wuxuu uturukaa imika ina iskaga tag imika ku anfici mayso xataa tasira rudaban xasiid ha noqotee marka timirtu ay noqoto ay bislaato ayaa rudab la yidhaahdaa ee muudka leedahay dabeednoos yuuri keen falamaa ardabad markay xasiidii noqotay ayuu qaala wuxuu ui uturukaa imikana iskaga tag xataa tasira tamran timir ha noqotee falamaa atmarat markay timirtii noqotay ayuu saara u socday ilayhaa geedkii timirta ahaa curquuban curquub min leyli habeen buu ku quura galay gebigeediiba faqadaca samaraha midhi buu ka gurtayba markay timir noqoto buu habeen u guday dabadna midhi buu isagaaba qaatayba walam yucdi akhaahu shay-an walaalkiina wax alla wuxuu siiyey ma jirto fasaara wuxuu noqday yudrabu hada almathal ninkaas wuxuu noqday mid loogu mahmaha arrintan isaga qisadiisa maxaa loogu mahmaha fii khulfi lmiicaad ballanbaajo oo dhan waxaa la yidhahdaa mawaacidu curquub ballamahaagu waa kuwii curquub almathal asayfa dayacti laban waxaa jirta mid la yidhaahdo waadigi xagaagii xoorka dayacay caanaha ayaa jirta iyadana waa carabiga ay ka mid tahay qisatu lmathal maxay kusoo baxday tanna tazawajat imra'atun gabadh baa waxay guursatay rajula nin qaniyan maalqabeena oo xoolo badan laakinahu kaana saxiixan bakhiil buu ahaa ninku ninka can adag buu ahaa qad taqadamad bihi sinnu daadiisuna way wanaato oday buu ahaa lix jecla adag oo xoolo badan fakhtalafa ninkii iyo gabadha way iskhilaafeen
فطلبت وحي ويديستي الطلاق إنه فره فطلقها وفري وكان ذلك الزمن الشتاء وقت قبوق إبر وقرة يقو قيانك عند قويستة أي وقت قاسد وقت قفريا أي لا يفر تبدا يدنا الذي وقت قاسد يكثر فيه المرعى داق بدية وكان مرعى كيمها برواقد أي بديهين ويكثر فيه اللبر عانهن أي بديهين يمر بعانها لقيه ليو فلما جاء السيف مركو يود وقت يكرلا حقاقي كرلا إيهان فيقو احتاجت وحي أباهاتي قبردي إلى اللبنين عانهشو ولم يكن اللبن عانه لما يهين متوفرا قار أجيالو لجهلي كرو في ذلك الوقت وقت جاء سيفتا حوله قرين إلا عند زوجها الأول نكي يدي هربا مركا عانه هستي ودي حولها فرها بدني يعني وحلية بدنو كل دون بيت الان مركا مقرانو لقم عانه وايبا تيبنا عانه ايه مركا بدن نكي يدون بهستي هوري فبعث ذليه وعدرتي ترجوه يدو كرشيريسا بعض منه إن عانه وغلس ومارتي وهو صوم مقوني أما مارسيو فرفض وديدين والمال صوصيو قال نسكو أوله السيف ضيعت لمن وهذه حقاقي حارك ضيعي ما يمكن عن يجيه لبول سودي ورقة ضيق قاطي فسار المثل وحي نقطة مهما داسي يضرب من لوجت عدي يلوج مهما هو لما يضرب قف خضونة الشيء ديدية في غير وقت يحل جيس وقت يعني قف هذا وقتي أنتم مناسب هذا يعو وقت كلا وحيد ده ومهما هذا إلى هذا السي اللبن أحرى الصيف ضيعت اللبن وهذه حقاقي حوارها هذه حوارك ضيعي تنوام هاي المثل على أهلها جنة براقش المثل على أهلها جنة براقش وحالا هذا تذكي دي بلاي أسوشي دي براقش تذكي دي بلاي أسوشي دي براقش براقش وام هاي وأيد براقش أيد براقش براقش قصة المثل ما هيكو صباحي شاكرا سنة وحي تلمان تاسكو مهما تاسكو صباحي كان وحا أسقنا لقوم قولا وحا لهايين كلبة أيد بي لهايين ويقول لهايين اسمها براقش بالأورنشري وفي إحدى الليالي حبينا دا ميت كميدا أقبل وحا خصوك بحي أعداؤه أعداؤ أولئك القوم قولا دا أيد لهايين نمان عدو يعول أي هايين أي خصو دولي حبينيمو في الظلام وقت بدو وقطع رمان القوية أي خصو دولين يبحثون وحا ديديين عن مكان مهلك الدقيين يقولون وان من ديد عل يا علاد أجو مال واحد دقين أنا الأرك كريم بقالين طبعا نفلم يجدوهم ويوين ويوين فيا يسوي كقصتين وفكر واحد كم فكرين بالعودة تينا كقرن قطان إلى واجد عرض مدو مال الله مال الله قاقر ملء ويوين نمك بورح يقالين ولكن تلك الكلبة لكن تلك الكلبة أيدا سبا نبهتهم كبر أجزي بنواحها مرك خوقا يلسي إلى مكاني إلى مكان قومها بيش حبيبك هو 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 هم بيترون يدو آه نمك ولا ضل فريه ولا ديديه أيام بعيد يخلو فتئون هل كده بدنا مرك هسي كرتين مشي دقيين تبعنا ما حيس ميين فهاجمهم ويورن هبني ما يمرن ويمرن وقضوا عليه ويتبابي برهك ويلوان من هردي ويدبر جويين فكانت الكلب كلبته أي يد سوحى نقطي سبب المد كل سببتي في نكبة قومها قوم كي يدل هاي نشبان يدل صوبه هاي إلا هدي أي هبين كأنه نقول لهاي أنا ما واجو يسقبر لها ويستفاع لهاي ومصيبة بلايا دي كل عدي يدل صوبه هاي فسار واحد نقطي يضرب مد لوجو عدي أما لوجو مهما هو هذا المثل مهما هذا لما يجرب قفك أسوأ شيء ده الشوم بلايو على نفسي نفتيه يو أهل يدك يسبق أي النقطي تصاله لا إله هذا على وعلى على أهلها على أهلها جنة براقش وحي بلاي أسوة جيدي براقش تبكيدي وها مركا هاد دبرها المثل وحا شرد مهما قالي وحا قطعت جهيزة كل قول خطيب جهيزة يدا صوف قويسي نكا صوخد بديح أنا أفقى يدا صوت شرطي ولا إلا هذا وطاسنا ومهما قالي وعربتوا إلا هذا وحا قطعت جهيزة قول كل خطيب جهيزة وحا صوف قويسي نكا صوف بانا خطبه اف عربي اصل كو وباني سهل اورن جيري بقول يحل بان بان كو اورن جيرو كلي يلا هذا خطبه اما كان مساجد خطبه لغي راهدا اول هره باني سهد باش دبدنا نينكستو او بانبا يدا سو اف غويسي بالا راهدا قصه المثل بحي كتمت قتلت قبيله قلا دشي رجل نين بيدلين من قبيله اخرى او قلا كلا كدشي فاجتمع قبيلتان فاجتمع رجال القبيلتين لبدي قلو رغي كدشي با اسو يمد شر با اسو يمد ما هذا بدنا ليري وتكلموا وحا كودا هلين في الصلح اللي هشيان ورحوا ونكري دبي الهي بانا قدري وانتينا كلمه كلمه بدبادنا
oo ninka arintiisa ma ki heshiina ayay ka shireen labadii qolo tabeedna waman isaar inaan aar goosasho la iska daayo aar goosasho inaan kala aar goosan ninka dhintayna ay iyagu bixiyaan magtiisa dhigoodana kala badbaadiyaan ayay dabeedna ka tashanayeen waqama khutabahum nimankii baanaha yaqaanay aftahanka ahaaba kacay oo dadka kala dhexgelaya yadulbuna waxa codsanayaan min ahli qabiilati qoladii waxa ka codsanayaan qabiiladii oo min ahli qabiila qolada ninka laga dilay ay ka codsanayaan qabuul diya inay magta qaataan ay aqbalaan waxa waran maalmaha maanta magtaan ay qaata oo aan kala badbaadno ninkii nagu soo noqon maayo inta dambe ha kala badbaado waxa doontaan magana aanu isino naga aqbala maanta magta ayay iska daba mareen khudbadiyahankoodii iyo nimankii gariyaqaanka ahaa iyo hadal qoontii haqana si loo badbaadiyo bay ilaahdeen aynu kala badbaadino lidimaay dhiigeena wamancan lishar iyo inuu shor taagna balaayo masiibo dhacda aynu maanta kaa kala qaadanay magtiisa ayay soo jeediyeen nimankii aqoonyahanka ahaa ee caqliga lahaa wa baynama hum kadalik mar halka iyagu halkaa maraya oo qulba nin kacayo oo shirku furan yahay oo nimankii ninka waxa dilay ka dhashay hadlayaan halkaa la marayo waa dhaqankeen iyo dhaqanka carabtu waa yacni haddaa dib u raacdo waa isku mid wax alla waxa kala duwan ma jirto iyagoo halkaa geedkii fadhiyo saa u hadlaya ayuu dabeedna id ja'at imra'atun gabadh baa timid yuqaalu laha waxa lajir gabadha jihiisatu waa tan maahmaahdu ku baxday gabadh baa isa soo taagtay faqaalad waxay tidhi maxaa idinka siri maxaa idin soo hor fadhi in ahlal maqtuul ninkii la dilay dadkii uu ka dhashay qad qabaduu waaba qabteen calal qaatili ninkii ninka dilay fayaqtuluhu way dileen be ninkan aad ka shirataan bu waa la dilay ninkii ninka dilay waxa qabtay ninkii ragu ka dhintay xigtadiisii oo ninkiiba way dileen marka ma wax laga shirayaala wax laga shiraa ma yaalo qad qabaduu calal qaatili bay qabteen faqatuluhu way dileen be warkaasay keentay cinda idin kulka hadalkaa tiri sakata alkhutabaa nimankii hadlayay ee baanayay baa aamusay ba af guriyay noqota arrintu waqaalu waxay yidhaahdeen inta hadleen bay yidhaahdeen qadacad jahiisatu kula qowli khadib ninkastoo baari lahaaba gabadhaasi afgoysay wax lagu hadlay ina kala dirilaya baa layidhi kuladii ninkiiba la dilay wax kaloo alla ka dhigaba deen u kala kaxeeya dabeedna saasaa la yhahdaa waxa la yhahdaa bahmaad waxay dabeedna macnaheedu noqdaa qadacad jahiisatu kul qowla kulli khadib jahiisa waxay afgoysay ninkastoo baani lahaa id sababtu waxa weeye in alkhabar warkii alladii warka atat bihi gabadhani ay keentay lam yubqin warkaasi muu reebin likalaamihim hadalkay ka hadlayeen faa'idatan wax waxtar hoo ka soo baxaya ma jiro hadalkii ee macno kartay ay ka hadlayeen oo ahaa in ninkana maanta magta la kala qaato lana kala badbaado haddii alla idmo walaalnimo laga shaqeeyo dee mar haddii ninkii ninka dilay la dilay wax alla wax la sii wadaa dee ma jiraan waa lagu kala dhaqaaqay meeshii fasaara wuxuu hadalkii noqday yudrabu in lagu cadeeyo loogu mahmaho haadal mathalu tusaalan waxa loogu mahmahaa liman qof kasta oo yaqdacu gooya cala naas dadka ka jara maahum fiihi waxay ku jiraan waxay dadku ka hadlayaan ninka qofka jara bimufaaja'atin wax deg dega oo yaati bihaw la yimaado haddii waxa laba filaano qofku uu keeno oo wixii af guriyo noqdo oo ama kaaga ay noqdo oo la iska aawado aamusaba waxa la yidhaahdaa waxay gooysay qadiica yani qadacad jahiisatu kulla qowli khaadibin ereygaasi mahmahdu dabeecad bay leedahay lagama bedelo sideeda waxna laguma daro waxna laguma dooriyo hadday gabar tahay ninka gabadhaasumaa loogu mahmahaya un haday nagabalo caynka mahmahda hadday gabar ku soo baxday oo nin lagula hadlayo ninka mahmahda dumarkubaa loogu mahmahaya waxba lagama bedelo sideedun baa loo wadaa un waxaynu ugu dumaysaynu kusoo xidhaynaa almathalu tusaalaha ah cinda juhaynatu alkhabar lyaqiin juhayn agtiisa ayaa warka runtii hiyaala iyaduna waa mahmaha kale cinda juhaynatu alkhabar lyaqiin warka dhabta ahi juhaynu ag yaalla kaasina muxuu ahaa qisadu qisatu lmathal waxaanu tilmaanay mathalku had iyo jeer waa mahmaahe marka luqada carbeed laga hadlayo inagana waa ku jirtaaye waa inuu qisadu kusoo baxay la yaqaano haddii kalena uu xikmad yahayna qisadu kusoo baxay lamay doono e waxaa la doonaa xikmadu waa murtiye inuu macno weyn xambaarsiin baa muhiima marka wuxuu kharaja alxuseyni la odhan jiray waa baxay ibnu camri wamacahu rajulun waxaa la socday markuu ninkaasi baxay dadku markii hore ee laska baahnaan jiray dadku way iska saqaafi marka xoolo waayaan ugaadh uu baxayaa dhac u baxayaa qaraab u baxayaa dadku wuu iska suuqu maray ila xoolo ma jirine markaa ninkaasaa baxay la yidhaha xuseyn ibnu camri baa la odhan jiray wamacahu rajulun nin baa la socday min juhaynata waa laba noo qawlaysataa labada ninba oo juhayna nin reer juhayna baa la socday ismuhu lakhnas baa ninkaa la odhan jiray kaa kale raacay dadku markaa diraabay ahaayeen waa la socda cunayeen dabeedna niman buu iskeegayaa intaa oo kuwanaas ku wada maqan
labadani waa socdaan waxa ku heshay madan boobno midna mid kale iskeegay hadana ittifaqa waxa ku heshiyeen ala salbi dadka inay furtaan in dadka furtaan oo ay baardhaan salbi waxa taa marka marada laga furto hata marada la kala furin jiray wa nahbi in lay dadka booban ay ku heshiyeen labadani walakin kullan minhuma labada mid waliba kaana wuxuu ahaa ya hadaru mid ka digtoon saaxiibo kale iskii ilaalin hadana hadana ma gamayaan ninka kale uu iskeegay labadoodan ilaa waa laba qowlisto isla leh oo nin waliba door waxa kan yarahay inuu ka furto inta kari ururiyay inuu soo qaato wanta haasta wuxuu ka faa'iideystay alakhnasu ki akhnas la oran jiray qaflata min alhusayn ninkan xuseen oo isir iloobay la qof ama uu seexan ama uu yar fikri kale is loobay uu ka faa'iideystay faqatalahu dilayba oo wuxuu ruba kan eego weego isagu mu raaciyo wan saraf raajican tabana dib uu soo noqday dib uu soo noqday ninkii baa soo noqday ki wax dilay baa soo noqday wa fi dariiq isagoo wadada mara oo dib uu soo haya oo soo socda ayuu wajada wuxuu helay imraat alhuseyn gabadhii xuseen baa ku soo baxday ninkii raadacaynaysa ninkeeda la dilay tusaail waxay weydiisa wareysanaysa marka aan xuseen xuseen bay warkiisa daba socota kula ragbin safar kasto oo ku soo baxa oo socdo waxay leedahay war ninkii xuseen ibn cabran wax sheega ma aragteen wax ma aragtay raqiya ruux meel ninkaasi joogo waanu laanahay intaas ma aragteen bay leedahay oo wareysanaysa wa inda aljuhayniyyah wa inda aljuhaynata alkhabar alyaqin markaasa wuxuu saasay leedahay faqala wuxuu isaga baa ku soo baxay marka ki dilay rasuul ana qatatu ana dilay ninkii wuxuu ninkan aadeedaysa ana dilay may rumaysan way la yaabtay ninkan in adagu buu ahaayn ciyaar ma ahayn fasayti waman anta hata taqdiru wadiyata hadishidi hada dil kara waman anta hata taqdiru adu kuma tahay aadishidi man dil kara tahay xuseen ay ku leedahay fatarka uu iskaga tagay markii saaxu tilbu iskaga tagay wuxuu weeyshidu abiyatan fiha laba uu gabiyay marka gabiyis waxa kamid aha tusailu an juhaynata kull rakbin wa inda juhaynata al khabaru li yaqinu hadalaysa kamid aha tusailu an husaynin kull rakbin wa inda juhaynata al khabaru li yaqinu tusailu waxa gabadhi wareysanaysa buuri an husayn husayn bay weydinaysa kull rakbin safar kasto ay ku soo baxdaba waxa leeyahay war husayn ya raqiya ruuxaya ma aragteen wax warkiisa haya ma leedihin wa inda juhaynata al khabaru li yaqin wuxuu leeyahay juhayna oo war heerkiisi ayaa warka dhabta ah ayay diidan tahay oo ninka anaa dilo uu dhintay buuri gabaygaas uu dabeedna maarta ku dhawaaqay fasaara wuxuu noqday hadalkii yudrabu in loogu maahmaaho limacrifati xaqiiqati alamr qof kasta oo runta og ayaa la yidhaahdaa inda juhaynata al khabaru li yaqin ayaa loogu maahmaaha imaka ilaa ogoligeedna loogu maahmaamaya bitasarufin waxbaanu ka bedelay waxaanu ka soo qaadnay buuri min mucjam alamthal alarabiya maahmaahaha carbeed kitaabka lagu ururiyey ee aanu intan ka soo qaadnay walaa calaamisa waab waa mujaladaad maahmaahdoodu maaha wax la dhamayn karo walaa calaamisa waab.